وبهذا تعلم أيها المبارك أن هذه السورة جمعت الخير كله في صفة الرحمن سبحانه وتعالى إثباتا وتنزيها، وأن من اعتقد ما فيها كما أراد الله عز وجل وكما فهمه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم فقد وحد الله عز وجل، ومن نفى شيئا مما فيها صراحة أو بتأويل فقد شتم الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه السورة قبل أن ننتقل إلى التفصيل فيها التوحيد وأصول التوحيد، فيها التوحيد وفيها أصول التوحيد، فيها توحيد الله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وفيها أصول التوحيد من إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن الأشباه والأمثال والرد على طوائف الكفر كلهم وعلى جميع أهل الانحراف ممن ينتسبون إلى الإسلام في الأسماء والصفات. وفيها أيضا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن هذه السورة فيها التوحيد كله وفيها أصول التوحيد، فيها توحيد الأسماء والصفات من جهة أصول توحيد الأسماء والصفات التي تقدمت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففيها منهج النفي والإثبات، وفيها الإثبات المفصل والنفي المفصل والنفي المجمل، وفيها الرد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وفيها توحيد الألوهية في قول الله: قل هو الله أحد، كما سيأتي إن شاء الله، وفيها توحيد الربوبية في قول الله عز وجل: الله الصمد، كما سيأتي إن شاء الله. فاستحقت هذه السورة أن تسمى سورة التوحيد وأن يعيد السلف مجامع التوحيد إليها.